الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه إلى يوم الدين. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآيات وأشباهها يا أيها الكرام تدعو العاقل إلى أن يجعل نصب عينيه كلام الله عز وجل ليتبصر فيه ويتمعن في معانيه. البارحة لما سبت لكم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحافظ على لسانه فلا يتسرع في الكلام ولا يبادر إلى النطق إن لم يكن قد عرف ما يقول وأدرك حقائق نطقه، فينبغي للإنسان أن يخزن لسانه. قد يقول كثير من الناس: فماذا نفعل؟ نريد أن نقضي شيئا من أوقاتنا. هذه الأوقات يا أيها الإخوة لا بد للإنسان أن يضع نصب عينيه فيها، أن يخصص شيئا فيها للمضي مع كلام الله عز وجل الذي نسميه التدبر. أفلا يتدبرون؟ ما التدبر؟ هو التأمل في معاني كلام الله عز وجل ليفقهها الإنسان ويفهمها ثم يصير إلى العمل بها وتطبيقها في حياته. فإذا كان كثير من كلام القرآن العظيم بعيد فهمه عنك يا أيها الإنسان، فبالتالي تطبيقه أبعد وأبعد. إذا كنت تقرأ القرآن وتمر على كثير كثير من آياته فلا تفهم معانيها ولا تحاول أن تبحث عن معناها. أقول لا تفهمها، ولا أنا في كثير من الأحيان قد يصعب أو يعجم علي معنى كلمة، والأكبر مني وغيرنا، لأن كلام الله عز وجل عظيم، لا تزال عظمته باهرة إلى يوم القيامة، وفيه من المعاني والكلمات والمباني ما يبهر عقل البشر جميعا، لأنه كلام خالقهم سبحانه. فقد يعرض للإنسان بين الحين والحين كلمة أو معنى أو ترتيب في بعض الآيات الكريمة لا يدركه مباشرة، فيحتاج لمراجعات التفسير والتأويل وكلام أهل العلم ليفهم ويتفقه. هذا يا أيها الإخوة دفعني إلى أن أختار من بين أشياء عديدة تجول في خاطري من أجل أن ندخل فيها في سلك من دروسنا التي باشرناها بفضل الله تعالى وعونه، فرأيت ألا أفضل ولا أعظم ولا أكرم لنا جميعا من أن نسلك مع كلام الله عز وجل لنتلمس بعض معانيه الرائقة فنتفهمها ونتعقلها ونمضي ناوين تطبيقها والعمل بها. وأحببت أن أختار آيات متفرقات من مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، أضع يدي على كل موضع أريد أن أشخص فيه معنى لنفسره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وكما قلنا ننوي جميعا أنا وأنتم أن نعمل به. اخترت في هذا اليوم قول الله تعالى في سورة القيامة: كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه الآيات من قديم سياقتها، هذا أقوله عن نفسي أنا،
توقع في قلبي وقعا عظيما لا أجد شبيها له قط. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. التراقي جمع ترقوة وهي أقصى الحلق من هاهنا من حيث يتنفس الإنسان. كل إنسان يتنفس من هذا المكان فلا بد له إذا أراد أن تصعد أنفاسه وتنزل أن تمر بهذا المكان وهي التراقي. ترقوة مفردها ترقوة. ما هذه التي بلغت التراقي؟ روح الإنسان. الله تعالى يوصف لنا مشهدا عجيبا لا بد أن يمر به كل واحد منا شاء أم أبى، ألا وهو اللحظات وسكرات الموت. كلا إذا بلغت الروح التراقي. ومعلوم يا أيها الإخوة أن الله تعالى يبدأ بإذنه وبأمره بعد أن يأذن لملك الموت بنزع الروح من الإنسان، يبدأ ملك الموت بنزعها من أسفل الجسم لا من أعلى، من رجليه وهو صاعد إلى الأعلى وليس من رأسه إلى الأسفل. لذا ترون أن الميت أول ما يتغير من لونه رجلاه تصفران، لأن الروح قد خرجت منها أولا ثم تمضي الروح إلى الأعلى إلى الأعلى إلى الأعلى إلى أن تصل إلى هنا. في يوم من الأيام لما حضر هذا المشهد سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، حل هذا المشهد وهذا البلاء بأبي بكر رضي الله عنه خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها قرب أبيها أم المؤمنين، فنظرت إلى أبيها وقد بلغت الروح التراقي الحلقوم، فجعلت تبكي. وحضرها قول القائل: يا أخي وطيتها كتير، لا توطيها، هيك شيء بسيط جدا، أنت وطيتها جدا، اللي عم يوطيها. نعم، فحضرها قول القائل: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. هذا بيت شعر حق، وإن من الشعر لحكمة كما ورد في الحديث. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الغنى والمال هذا هل يغني عنه إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر؟ لو دفع كل ما معه من أموال الدنيا التي تملأ الخزائن أيغنيه ذلك عن الموت؟ ما يدفع الموت شيئا. أقول كلمة حق تمثلت بذلك وهي متألمة على أبيها. فانظروا إلى المشهد العظيم من الرجل العظيم. فانتبه أبو بكر رضي الله عنه وهو في هذه اللحظات العصيبات ونظر إليها وقال: مه يا بنية لا تقولي هذا. السيدة عائشة رضي الله عنها بهتت: ما أقول هذا؟ ما الذي قلته؟ أقلت شيئا يعني سيئا؟ كأنها تسأل. أنا أتألم لك وأتحسر على ما يجري بك، وكلام قلته كلام حق ليس باطلا. فقال: لا تقولي هذا. فقالت: ما أقول يا أبتاه؟ فقال: قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. بدل أن تستشهدي بكلام الشعراء وإن كان حقا، استشهدي بكلام الله عز وجل الذي يوصف هذا المعنى بأعظم وأبلغ، لأنه أحكم وأعلم من خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقهم وهو الذي علمهم. سبحان الله، في هذه اللحظات لا يرضى إلا أن يكون كل شيء في مكانه الحق.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وصلت روحك وروحي وروح كل إنسان إلى هاهنا، وبدت الأنفاس تتحشرج، وكما يقولون بدأ الزبد يظهر، وما إلى ذلك. فجعل أهلوه وأقرباؤه يلتفتون يمينا ويسارا ويبحثون وينظرون، ألا من طبيب؟ ألا من معالج؟ ألا من قارئ؟ ألا من داع؟ ألا من راق؟ وقيل من راق؟ الراق في آخرها ياء محذوفة تقديرها راقي، وحذفت لسياقة الآيات لما فيها من لون بلاغي عظيم. يسأل من حوله، ألا إنسان يطببه يعالجه يرقيه يدعو له يقرأ له؟ لكن لو قرأ له أو دعا له فإذا قدر الله عليه الأجل فلن ينفعه علاج المعالجين ولا طب المطببين ولا قراءة القارئين ولا دعوات الداعين إذا قضى الله عليه الأجل. وقيل من راق؟ أين هو؟ من يفعل هذا؟ من يعرفه؟ من يحسنه؟ فليأتي إليه يساعده، نحن ننظر إليه ونتألم عليه ونريد معونته، لكن أنى لنا ذلك؟ فلا أحد يستطيع أن يقبل فيفعل ويفعل. وقيل من راق؟ وكأن ثنايا الآيات تشير، مهما جئتم بالرقاد والأطباء والعلماء فلن تستطيعوا أن تردوا قدر الله تعالى. وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن في كلام الله تأتي بمعنى التحقيق، وكذا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن بمعنى تحقق وأيقن إيقانا تاما. ظن أيقن أنه الفراق من هذه الدنيا وترك أحبته وأصحابه ومن كان يسعى لهم وقد يفضلهم على نفسه حينا كأولاده، سيتركهم جميعا فراقا، لا لقاء بعده في الدنيا لكن لقاء بعد ذلك في الآخرة إن غفر للرجلين فدخلا الجنة. هناك لقاء، بعض الناس يقول لا لقاء، هناك لقاء، ولقاء دائم بعون الله، ولكن إن غفر الله لهذين الاثنين. وظن أنه الفراق، تحقق وتيقن ذلك، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. تيقن الرجل، جاء من يحاول مساعدته، قال ما ينفعكم طبي ولا علمي ولا قراءتي ولا ثنائي ولا أي شيء أفعله. فالرجل قد نفث روحه واشتدت رجلاه على بعضهما. كلنا نعلم أن الإنسان إذا حضره الأجل ثم نفخ روحه تتصلب أعضاؤه، فهي الإشارة في كلام الله والتفت الساق بالساق، بعد أن خرجت الروح تصلبت الأعضاء فاقتربت الساقان من بعضهما لأنهما قد تصلبتا وتخشبتا. والتفت الساق بالساق، هل انتهينا؟ ها هنا محور هذه الآيات كلها، خلاصتها في هذا المكان. يرحم الله ذلك القائل، فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل حينها عن كل شيء. كم أسمع هذه الكلمة فأتعجب لها يا أيها الإخوة، مات واستراح من التعب خيو، اهلكنا بها الحياة. صحيح، أنت آمن عند الله، أخذت صك أمان أن تدخل الجنات وأن لا تتعرض للبليات وللظلمات وللنيران المحرقات والعياذ بالله.
أقول يا أيها الإخوة، اخترت هذه الآيات لأنني أنا أسأل نفسي، أهل أنا ممن يتذكر أن أمامي عقبة كؤودا لا يجوزها إلا من أخف متاع الدنيا وأكثر من متاع العمل الصالح؟ إلى ربك يومئذ المساق يا أيها الإنسان، فهل هذا المساق الذي ستساق فيه قد أعددت لهذا الطريق ما يمهده لك ويفتح لك أنوارا تنيره لك، أم أن الطريق سيكون ظلمات بعضها فوق بعض؟ كيف حاله يا أيها الإنسان الكريم؟ كيف حال هذا الطريق الذي هو أصعب مما تمر به في دنياك بما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه ولا يشبه بالدنيا قط؟ تلك هي الحياة الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية التي فيها نعيم لا يشبه هذا النعيم وجحيم لا يشبه هذا الجحيم والعياذ بالله. فهل أعددت أنا وأنت يا أيها الكريم هذا المساق أن يكون واضحا بينا نمضي فيه على تقوى من الله ورضوان؟ أسأل الله أن نكون كذلك، والحمد لله رب العالمين.